تلاهم. معنى الحين درس البيع. بسم الله الرحمن الرحيم. البيع، حكم البيع والحكم مشروعيته. حكم البيع الحكمة مشروعية البيع. حكم البيع، حكم البيع، البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع، ودليله من الكتاب قوله تعالى: وحل الله البيع وحرم الربا. من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ولفعله صلى الله عليه وسلم: فقد باع واشترى، وقد أجمع المسلمون على جواز البيع ومشروعيته، ولم ينقل عن أحد ما يخالف ذلك. الحكمة من مشروعية البيع. حكمة من مشروعية البيع: تلبية حاجة الناس والتوسيع عليهم وسد باب السرقة والحرام. ما الحكم من مشروعية البيع؟ الجواب: تلبية حاجة الناس والتوسيع عليهم وسد باب السرقة والحرام. أركان البيع. أركان البيع وهي التي لا بد من وجودها، وهي التي لا بد من وجودها في عملية البيع، وهي أربعة أركان. هي أربعة أركان. أركان البيع وهي التي لا بد من وجودها في عملية البيع، وهي أربعة أركان. الأول البائع أو وكيله. الأول، أول ركن من أركان البيع، البائع أو وكيله. الركن الثاني من أركان البيع، الثاني المشتري أو وكيله. الوكيل اللي هو يقصد من ينوب عنه. الركن الثالث من أركان البيع، الثالث المبيع. معنى المبيع أي السلعة. الركن الرابع، الركن الرابع من أركان البيع، أربعة الصيغة، وهي الإيجاب والقبول، وهي صيغتان. أنواع الصيغ، صيغتان أنواع الصيغ. الصيغة الأولى الصيغة القولية، كقول البائع: بعتك بكذا، فيقول المشتري: قبلت، ونحو. الصيغة القولية، كقول البائع: بعتك بكذا، فيقول المشتري: قبلت، ونحو ذلك. الصيغة الثانية الصيغة الفعلية، وهي المعاطاة، وهي المعاطاة. ومن صورها إذا كان الثمن معلوما كالخبز، إذا كان الثمن معلوما كالخبز مثلا، فيدفع المشتري الثمن ويأخذ خبزا دون أن يكون بينه وبين البائع لف. الصيغة الفعلية معناها وهي المعاطاة، ومن صورها إذا كان الثمن معلوما مثل خبز مثلا، فيدفع المشتري
الثمن ويأخذ خبزا دون أن يكون بينه وبين البائع لفظ. شروط البيع، شروط البيع شروط البيع وله 7 شروط لا يصح إلا بها، لا يصح البيع إلا بها. الأول التراضي من المتعاقدين، يقصد من المتعاقدين اللي هم البائع والمشتري، المتعاقدين هم البائع والمشتري، فلا يصح البيع من مكره عليه دون حق، أي فلا يصح البيع من مكره عليه دون حق. اثنين أن يكون كل منهما جائز التصرف، أن يكون كل منهما جائز التصرف، أي مكلف رشيد، فلا يصح تصرف صبي أو سفيه بغير إذن وليه، والمجنون والسكران فلا يصح منهما مطلق. 3 اثنين يكون كل منهما جاي التصرف. 3 أن يكون المبيع، أن يكون المبيع مباح النفع مطلقا. 3 أن يكون المبيع مباح النفع مطلقا، مثل العقار واللبس والأكل والشرب والمركب ونحوه. أربعة أن يكون البيع من المالك أو وليه. 4 من شروط البيع أن يكون البيع من البائع أو وليه. 5 أن يكون المبيع مغدورا على تسليمه، أن يكون المبيع مغدورا على تسليمه، المبيع اللي هو يقصد بالسلعة مغدورا على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، كالطير في الهواء والسمك في الماء، فلا يصح بيعه لما فيه من الغرر، فلا يصح بيعه بما فيه من ضرر. السادس من أركان البيع أن يكون المبيع اللي هو يقصد بالسلعة، أن يكون المبيع السلعة معلوما للبائع والمشتري، لأن الجهالة به غرر، أن يكون مبيع السلعة معلوما للبائع والمشتري لأن الجهالة به غرر. 7 أن يكون الثمن معلوما لهما، أن يكون الثمن معلوما لهما اللي يقصد بالبائع والمشتري، فإن جهل الثمن منهما أو من أحدهما لم يصح البيع. 7 عفوا
السماح في البيع والشراء، السماحة في البيع والشراء. ندب الشارع الحكيم إلى السماحة في البيع والشراء لما فيها من الرحمة والعدل، ونبذ التشدد في البيع لما قد يؤدي إلى أخذ ما ليس له، وهذا من الظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أجرا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى. ومعنى سمحا أي سهلا، ومعنى اقتضى أي طالب بحقه. بالنسبة للأسئلة بتكون واجبات، فنستأصل فيما بعد. البيوع المنهي عنها، معنى الحين البيوع المنهي عنها، انتهينا من أركان البيع. البيوع المنهي عنها صورا عديدة، وأمثلتها تزداد كلما اتسعت دائرة المعاملات، وعليه فقد تجد صورا لم تكن موجودة في السابق. وفيما يلي عرض لأهم البيوع المنهي عنها. البيوع المنهي عنها: أولا، البيوع المشتملة على الجهالة والغرر. البيوع المشتملة على الجهالة والغرر، ويقصد بها، يقصد بالبيع المشتمل على الجهل والغرر، يقصد بها بيع ما لا يعلم حصوله ولا يقدر على تسليم أو لا يقدر على تسليمه، أو لا تعرف حقيقته، أو لا تعرف حقيقته. ولا تعرف حقيقته. مثلا يقول القائل: بعتك ما في هذا الكيس، بعتك ما في هذا الكيس، والمشتري لا يعلم ما بداخل ذلك الكيس، لأنه يجهل ما بداخل الكيس. بعد البيع منهي عنه. الثاني، وأيضا من البيوع المنهي عنها، ثانيا، البيوع المشتملة على الخديعة والتدليس. البيوع المشتملة على الخديعة والتدليس، وذلك مثل أن يكتم البائع عيبا في المبيع، المرض في الحيوان، أو تصدع الجدار في الدار، أو سوء جارية. لا يقصد بسوء الجار، أو يكتم الثمن الصحيح في السلع. كان يقول البائع: ثمن مثلها في السوق 100 ريال، وهي في الحقيقة لا تساوي 50 ريال. هذا من البيوع المنهي عنها، بيوع مشتمل على الخديعة والتدليس. وأيضا الثالث من البيوع المنهي عنها: البيع على البيع. البيع على البيع، ومعناه أن يقول شخص لمن اشترى سلعة ب10، أعطيك أفضل منها ب8، أعطيك مثلها، أعطيك مثلها ب9، ليفسخ البيع ويعقد معه. لو يقصد اشترى شخص
اشترى شخص ب10، فجاء أحد ثاني دفع له أقل من نفس السعر، أقل من السعر، أكثر من نفس السعر، وإذا أعطى كلمته يطلع مني من 10. فهذا بيع على بيع، بيع منهي عنه. لحديث ابن عمر رضي الله عنه يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع الرجل على بيع أخيه. هذا البيع على البيع. أنا الحين أيضا رابعا من البيع المنهي عنها تلقي الركبان. رابعا تلقي الركبان. ومعناه الخروج من البلد ومعناها الخروج من البلد التي فيها السوق واستقبال الباعة، استقبال الباعة على الطريق لشراء السلعة المطلوبة منهم بسعر أقل، بسعر أقل من قيمتها الحقيقية، وهو محرم بما فيه ضرر، بما فيه من الإضرار بالعامة أو غبن أو غش. وهو محرم بما فيه من إضرار بالعامة أو غبن أو غش صاحب السلعة. ودليل تحريم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشتراه منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. ومعنى سيده أي صاحب السلعة. وأيضا معنى من الخامس من البيوع المنهي عنها البيع المنتهي، البيع المنهي عنه بسبب حرمة الوقت، بسبب حرمة الوقت، بيع عنه البيع المنهي عنه بسبب حرمة الوقت. يدخل في ذلك البيع والشراء سواء كان قليلا أو كثيرا بعد الشروع في أذان الجمعة الثاني ممن تلزمه صلاة الجمعة، وهذا محرم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أما من لا تلزمه صلاة الجمعة مثل المسافر والمرأة ونحوهما فلا يدخل في الحكم. سادسا البيع المنهي عنه بسبب أيضا ساد أيضا من البيع المنهي عنها سادسا البيع المنهي عنه بسبب نجاسة المبيع أو فساده أو تحريمه. مما يدخل في ذلك، مما يدخل في ذلك بيع الكلب لغير الصيد أو الرعي أو حراسة الزرع، وأيضا بيع الميتة، وبيع الخنازير، وبيع الخمر، وآلات اللهو، وكتب البدع والضلال والنجوم، وكل ذلك ونحوه يحرم بيعه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميت وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه.
انتقل لدرس جديد، الربا. الربا، تعريف الربا في اللغة، تعريف الربا في اللغة، الزيادة في اللغة، تعريف الربا في اللغة، الزيادة، تعريف الربا في الشرع، تعريف الربا شرعا، زيادة محرمة في أشياء مخصوصة، زيادة محرمة في أشياء مخصوصة. حكم الربا، ما حكم الربا؟ ما حكم الربا؟ ما حكم الربا؟ الربا محرم، حكم الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو من الكبائر والسبع الموبقات، من استحله فقد كفر لإنكاره حكما معلوما من الدين بالضرورة، فاستتاب فإن تاب وإلا قتل، وإلا قتل. أما من تعامل بالربا من غير أن يكون مستحلا له فهو فاسد، مرتكب كبيرا من كبائر الذنوب ولا يكفر بذلك. قال تعالى: وحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وغدر المحصنات الغافلات المؤمنات. السبع الموبقات: أولا الشرك، ثانيا السحر، ثالثا قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، رابعا أكل الربا، خامسا أكل مال اليتيم، سادسا التولي يوم الزحف، التولي يوم الزحف، سابعا قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وقد اجتمعت الأمة على تحريم الربا، وقد اجتمعت الأمة على تحريم الربا. ما الحكمة من تحريم الربا؟ الحكمة من تحريم الربا: ذكر العلماء لتحريم الربا حكما تشريعية منها، لأن
الحكم التشريعية للربا منها النقطة الأولى أو الأول أن الربا هي أكل المال بالباطل. أن الربا فيه أكل المال بالباطل، هذا الأول. الثاني من الحكم التشريعية الربا أن الربا يمنع الناس من الاشتغال بالمكاسب. أن الربا يمنع الناس من الاشتغال بالمكاسب. الثالث من الحكم التشريعية للربا أن الربا يفضي إلى انقطاع المعروف وانعدام الإحسان بين الناس وينشر الأنانية. الرابع من الحكم التشريعية للربا الرابع الربا في الطعام يؤدي إلى الاحتكار. الربا في الطعام يؤدي إلى الاحتكار. الخامس أيضا من الربا الحكم التشريعية للربا الخامس أن الربا يؤدي إلى وجود طبقة مترفة في المجتمع تكسب من غير جهد. تكسب من غير جهد. تكسب من غير جهد. أيضا من الحكمة التشريعية للربا أخيرا أن الربا إذا تحكم في المجتمع أدى إلى انتشار الحقد والكراهية بين المرابين وبقية الناس. أن الربا إذا تحكم في المجتمع أدى إلى انتشار الحقد والكراهية بين المرابين وبقية الناس. والإسلام دين الرحمة والعدل. الإسلام دين الرحمة والعدل، حرم الربا بأنواعه وأشكاله، وكل ما يفضي إليهم سواء كان قليلا أو كثيرا من أجل حماية المجتمع من ويلاته ومفاسده. أنواع الربا، هناك أنواع للربا. الربا نوعان: ربا نسيئة، النوع الأول ربا النسيئة، النوع الثاني ربا الفضل. النوع الأول ربا النسيئة معناه التأخير والتعجيل، وسمي بذلك لأن معناه التأخير والتعجيل معناه ربا النسيئة التأخير والتعجيل وسمي بذلك لأن الزيادة فيه مقابل الأجل. سمي ربا النسيئة بذلك لأن الزيادة فيه مقابل الأجل، أيا كان سببه بيعا كان أو قرضا. ويسمى ربا الغران، يسمى ربا الغران
سماء أيوة القرآن، لأنه حرم بالقرآن الكريم، ويسمى ربا الجاهلية. لأن تعامل أهل الجاهلية لم يكن إلا به. سمي ربا النسيئة بربا القرآن، ربا القرآن لأنه حرم بالقرآن، وأيضا يسمى بربا الجاهلية. ربا النسيئة يسمى بربا الجاهلية لأن تعامل أهل الجاهلية لم يكن إلا به. هناك صور لربا النسيئة، وله صورتان. ربا النسيئة له صورتان، الأولى في البيع، الصورة الأولى في البيع، وهو بيع ما توافق من الأجناس الربوية من غير تقابض. وبيع ما توافق من الأجناس الربوية غير تقابض. الصورة الثانية في الغرض. الصورة الثانية في الغرض، وهو الزيادة في الدين نظير الأجل. وهو زيادة في الدين نظير الأجل. وربا النسيئة هو المعروف في الجاهلية. وربا النسيئة هو المعروف في الجاهلية، فإن الرجل يكون له دين على آخر، فإذا حل الأجل قال الدائن للمدين: أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه وإلا زاد المدين في المال الذي في الذمة، من ثم زاده صاحب المال في الأجل، وهكذا يصبح الربا أضعافا مضاعفة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولذا شرع الله تعالى ولذا شرع الله تعالى الإنذار، وهو التعجيل إلى الميسرة من غير زيادة، وهذا من الرحمة والبر في المساكين. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. النوع الثاني ناخذ إن شاء الله المحاضرة القادمة بإذن الله. أتوقف إلى هنا يا شباب. توقف إلى النوع الثاني من الربا، من نوع الربا اللي هو ربا الفضل. ناخذ التحضير يا شباب.
استاذ علي يا وليد. خلصت؟ ايه خلاص قفل التسجيل يا وليد.